تحت شعار تقدر في 10 أيام، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة تستهدف طلاب الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية. تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، كما تتضمن تقديم مراجعات للطلاب في جميع المواد للشعب الثلاث في مرحلة الثانوية العامة. تحت شعار تقدر في 10 أيام، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة غير مسبوقة لطلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. لتأتي المبادرة بمحافظة الجيزة لتستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية. حقيقة طبعا الإجابة كان تاريخي جدا، الأمر اللي يعني اضطرينا إن احنا إن شاء الله بداية من بكرة هنبدأ إن احنا نفتح يعني قاعات إضافية، نفتح 3 قاعات إضافية بالتنسيق مع مدير مديرية التربية والتعليم هنا على مستوى مركز الصف. عملنا زي خلية عمل من خلال المنسقين المتواجدين والتشكيل الكيان المتواجد معنا النهاردة من خلال فريق الانتشار. النهاردة أول يوم من فعاليات المبادرة، الحمد لله تمت على أعلى مستوى وبكثافة عالية جدا في إدارة الصف التعليمية في مدرسة الصف الرسمية لغات. تأتي المبادرة إيمانا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم. الفعالية كانت جميلة جدا لأننا احنا استفدنا معلومات كتير احنا ما كناش عارفينها، والأسئلة كانت من شكل تاني احنا ما كناش متعودين عليه. بنصح الكل ان هو يشترك في مبادرة حياة كريمة اللي هي متسقة مع وزارة التربية والتعليم، ان هو يجي ويشوف معانا الشرح وكل حاجة، حقيقي حاجة جميلة جدا. بصراحة قدرت ألم حاجات كتير كانت ناقصاني، وان شاء الله مستمرين معكم كل يوم، وانصح اي طالب يجي يحضر الفعالية دي. بتوفر مجانية التعليم للطلاب، وغير كده ممتازة جدا وبتقول اهم النقط اللي ممكن تيجي منها في الامتحان ومن الوزارة. تتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث علم علوم علم رياضيات أدبي، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي للطلاب وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها.